هيدينا وصلنا إلى فقرة التعليم، وكل أسبوع هني رح نكون عم نتعلم شيء جديد عن هذا المجال. اليوم تقنيات تعليمية جديدة ومثيرة للاهتمام تتبعها مواقع وتطبيقات إلكترونية لتعلم اللغة، وتعتمد تلك التقنيات على تثبيت المعلومات بدلا من مراقبتها. نعم، أشهر تلك المواقع التي تتبع هذه المنهجية في التعليم بابل. الموقع يعتمد على تعلم اللغة يوميا ولمدة 15 دقيقة فقط. فلنشاهد. المواقع والتطبيقات الإلكترونية لتعلم اللغة أحرزت تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، واجتذبت العديد من المشتركين. بعض تلك المواقع كموقع بابل الشهير بدأت تستخدم تقنيات تعليمية مثيرة للاهتمام ومختلفة عن تلك الطرق التقليدية. موقع بابل يعتمد على دراسة اللغة يومياً ولمدة 15 دقيقة فقط، وذلك مخالف تماماً للطريقة المعتمدة في الجامعات والمعاهد التي تصل فيها الحصص الدراسية لـ90 دقيقة. الدراسة المكثفة ولساعات طويلة خلال اليوم الواحد ضد مبدأ هذه المواقع، فالاحتفاظ بكلمات قليلة في الذاكرة لمدة طويلة يبدو أكثر أهمية من دراسة كم هائل من الكلمات وفقدانها بعد مدة من الزمن، خاصة أن بعض الدراسات تؤكد أن الحد الأدنى الذي يمكن للدماغ استيعابه من الكلمات هو 7 في الجلسة الواحدة. ومن أجل أن تكون الذاكرة في صفك يجب أن تضع فيها كلمات قليلة، ولكي تضمن أن تحجز الكلمات الأجنبية الجديدة مكانا لها في الذاكرة طويلة المدى فيجب تكرار المعلومات بشكل دائم. والمواقع الإلكترونية كبابل لا تراجع المعلومات والكلمات بعد الدرس وحسب، وإنما تمتحن الطالب بها خلال الأيام والأسابيع اللاحقة. ينضم إلينا من القاهرة أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغات في الجامعة الأمريكية، عضو اتحاد الكتاب، الدكتور خالد توفيق. صباح الخير دكتور خالد، وأهلا وسهلا فيك على سكاي نيوز عربية. أول شيء خلينا نبدأ من الأول، هل تتفق مع مبدأ تعلم اللغة ب 15 دقيقة باليوم الواحد؟ وطبعا دي من ضمن التطبيقات اللي ظهرت الجديد، وبدأ الناس تدور على طرق سهلة لتعلم اللغة، وطبعا التطبيقات دي أكيد من الحاجات اللي بتساعد على تعلم اللغة بشكل سريع، ولكن ليست بالدقة اللي بيتعلم بيها الطالب اللغة في الأماكن الأكاديمية. يعني هذه التطبيقات قد تفيد الطالب في مهارة الاستماع أو مهارة القراءة، إنما مهارة الكتابة مثلا لا، لازم الطالب يروح مؤسسة تعليمية يحضر في فصول دراسية ويكتب، والأستاذ يصحح له الأخطاء الأكاديمية والأخطاء الأسلوبية عشان يتقن الكتابة. فهذه التطبيقات تساعد جانب في اكتساب اللغة وليست كل مهارات اللغة. نعم، يعني اليوم أنا ربما أتعلم اللغة الإسبانية من زمن بعيد، ويعني حتى أتعلم ضوابط اللغة والقواعد، ولكن حقيقة إذا ما كان في ممارسة لهذه اللغة في مكان ما يتحدثون بهذه اللغة نفسها، بحس الواحد ما في إفادة حقيقية. هل توافق على هذه الفكرة؟ لا، أتفق مع حضرتك تماما. طبعا عدم أنا دايما حتى بقول للطلاب في الجامعة إن اللغة زي العضلة، زي ما الواحد بيروح الجيم ويمارس تمارين رياضية كل يوم عشان يحافظ على العضلة، لازم يمارس اللغة يوميا. بس برضو لازم نأكد إن اللغة هي عبارة عن 4 مهارات: القراءة والاستماع والقراءة والكتابة. الاستماع كثيرا للغة اللي حضرتك بتدرسها بيحسن الكلام، والقراءة كثيرا باللغة اللي حضرتك بتدرسها يحسن الكتابة. ففي مهارتين متصلتين ببعض اللي هي القراءة والكتابة ومهارة الاستماع ومهارة الكلام. فلا شك أن عدم ممارسة اللغة بشكل يومي بيخلي المهارة اللغوية تختفي مع الوقت. دكتور خالد، مثل ما بتعرف اليوم التعلم عن بعد صار رائج كتير، وحتى صار فيه تطبيقات مش بس فقط بتخليك من خلال التطبيق أنه تتعلم اللغة، ولكن أيضا يكون لديك أستاذ أو معلم متخصص في اللغة ببلد آخر تتواصل معه، وهيدا حالة هاني بدراسة الإسبانية. هل تعتقد أنه هذا النوع من التطبيقات والمعلمين عن بعد يمكن أن يحلوا مكان المعلم التقليدي اليوم بتعليم اللغات؟ بشكل كبير جدا. احنا من ساعه او من اليوم اللي ظهر فيه الموبايل في الدول العربيه وبدا يستخدم على نطاق واسع من التسعينيات، يعني احنا بنتكلم في حوالي 20 سنه تقريبا او اكتر من 20 سنه، كنا بنكلم الناس دايما على انها تظهر طرق جديده للتعلم. الطريقه التقليديه اللي هو وجود الفصل والاستاذ والطلاب،
هتبقى موجودة، إنما هتبتدي تتضاءل مع الوقت ويحل محلها طرق أخرى للتعلم. وكنا بنقول للناس إن هيظهر مع الوقت ما يسمى بالإم ليرنينج، الموبايل ليرنينج، وكانت الناس بتقول إن ده يعني إحنا بنبالغ في هذا الموضوع، ولكن طبعا وجود هذا الجهاز الساحر أو السحري في إيد الناس الموبايل تقدر من خلاله تحط تطبيقات كتيرة جدا. والنهاردة في توجه كتير قوي في العالم لتعلم لغات بعينها، يعني النهاردة اللغة الصينية تعلمها ليه قبول كبير جدا بين الناس، طبعا لأن الصين هي القوة الاقتصادية الثانية دلوقتي، أو يعني يقال إنها الأولى ولكن لا يعترف بذلك. فطبعا ده مخلي اللغة الصينية لها مكانة خاصة في فكرة التعلم. وجود اللغة الأسبانية، وفي عدد كبير جدا من الدول بيتكلم اللغة الأسبانية، خلى اللغة الأسبانية لها سوق في مجال تعلم اللغة. وطبعا لا شك أن اللغة الألمانية لها سوق موجود بقاله فترة، وده أدى برضو أن في بعض اللغات أصبحت تعتبر لغات كلاسيكية زي اللغة الفرنسية. لم يعد الإقبال على تعلم الفرنسية كما كان من قبل. وطبعا ستظل اللغة الإنجليزية هي أكثر اللغات يعني رواجا طبعا بين متعلمي اللغة. نعم دكتور خالد، يعني أنت أشرت ربما إلى الصينية والإسبانية على اعتبار أنها منتشرة أكثر في دول العالم، ولكن برأيك ما أسهل اللغات التي يمكن لشخص عربي يمكن يتحدث الإنجليزية أن يتعلمها اليوم؟ يعني أعتقد أن الصينية حتكون بعيدة جدا عن يعني طريقة فهمها. ما هي اللغات الأبسط التي يمكن أن نتعلمها بسرعة؟ بص حضرتك، السؤال ده سؤال لكثير من علماء اللغة، ايه اصعب اللغات وايه اسهل اللغات؟ كثير من العلماء كان يذهب ان اللغة العربية واللغة الصينية هي اصعب اللغات في التعلم، ولكن كثير من الابحاث اللي ظهرت مؤخرا بتقول لا، ان لغة الباسك هي اللغة اللي موجودة في فرنسا وفي اسبانيا هي اصعب اللغات تعلما. انما لما نيجي لفكرة اسهل اللغات، اللي يعتمد او يعني العوامل اللي تتدخل بشكل كبير جدا في تعلم اللغة حاجتين، الموتيفيشن والباشن او الدافعيه والشغف بالتعلم. يعني لو واحد عايز يتعلم اللغه الصينيه وعنده دافعيه قويه وعنده شغف بيها اكيد هيتعلمها في وقت قليل. ولو واحد بيدرس اسهل لغات العالم وما عندوش الدافعيه ولا عنده الشغف بتعلم هذه اللغه، المساله مش لن تجدي يعني معه يعني. وعايز اقول حاجه بس، كان في سفير لدوله المانيا في فتره من الفترات، هذا الرجل كان مشهور جدا بتعلمه الخارق للغات. الراجل ده كان يجيد حاجة و40 أو حاجة و50 لغة. فبعد وفاته حللوا المخ بتاعه، هو أوصب ده عشان يشوفوا يعني ما هذه القدرة غير العادية على تعلم اللغات. وجدوا أن المخ بتاعه تركيبه زي مخ أي إنسان تاني. فتوصل العلماء بعد يعني هذه التجربة إلى أن الدافعية والشغف هي أكثر العوامل التي تسرع بالطالب في تعلم اللغة. جميل. طيب دكتور، ألا تعتقد أيضا أنه الأطفال ربما وقت التعلم بالنسبة إليهم والمدة اللي بيحتاجوا لها ليتعلموا لغة جديدة أقصر من الكبار نظرا لقدرتهم على استيعاب حتى اللهجات وغيره بطريقة أسرع؟ طبعا تشومسكي كان أشار، طبعا تشومسكي دلوقتي المحلل السياسي الكبير وهو أصلا عالم في اللغة، كان أشار للفكرة دي في حاجة بيسموها critical stage hypothesis في اللغة الإنجليزية، اللي هي المرحلة اللي الطفل بيتوقف عندها عند تعلم اللغة ونطقها كما ينطقها أهل اللغة. يعني بيقولوا أو العلماء يعني توصلوا إلى أن الطفل لحد عمر 10 ممكن يدرس لغة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة في نفس الوقت ويجدها ويتقنها وينطقها كما ينطق أهل اللغة اللغة. فبعد سن 10 بتبتدي الأورجانز أوف سبيتش أو أعضاء الكلام بتاخد أشكال معينة تتناسب مع اللغة الأم، بحيث يصبح تعلم اللغات الأخرى ونطقها كما ينطقها أهلها صعب جدا في فترة من الفترات. نعم. فلحد سن 10 ممكن الطفل يدرس عدد كبير من اللغات في وقت واحد. نعم. الدكتور خالد التوفيق، أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغات في الجامعة الأمريكية، عضو اتحاد الكتاب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.